قاسم قباني، المشرف والمنظم لمهرجان الفن التشكيلي الأول في مدينة عفرين تحت اسم مدينة السلام. طبعاً ضم المهرجان أكثر من 20 فنان تشكيلي من كافة الأعمار وكافة المناطق السورية وأكثر من مركز أشرعة والأناضول والتعليم العالي. المميز بهذا المركز أنه بتلاقي أنه الفنانين الكبار فتحوا مجال للهواة وللمبتدئين في الفن التشكيلي أنه يكونوا ضمن معارضهم وأعمالهم. ضم المعرض أكثر من 200 لوحة. الهدف كان من المهرجان ككل هو يكون خلق حالة جميلة، وهو المهرجان الأول على مستوى سوريا إنه بيضم هذا العدد من الفنانين واللوحات. حبيت أشارك بمعرض السلام بهي اللوحة اللي بتدل على الإيمان بالله. عندما يعني الشخص بتطلع على شيء بيكون عنده إيمان بحاله وبربه، ما بيكون خايف أو إنه يخطي خطوة للنجاح، بالعكس بيكون عنده يقين بالنجاح، بيحس إنه دم ربه معه. هي النظرة اللي حبيت أعكسها من رسمة اليوم. أنا الضيف هون بالمعرض، زائر يعني، جاي أشجع بنتي مشاركة بالمعرض. بشكل عام المعرض حلو كثير، فيها لوحات يعني متنوعة، يعني فن تشكيلي، فيها كلاسيكي، فيها يعني لوحات بشكل عام يعني بتختلف، كل واحدة بتختلف عن الثانية. أكثر شيء لفت انتباهي هون بالمعرض اللوحات التشكيلية، ما بعرف لمين والله، ما يعني ما بعرف لمين، بس حلوين كثير، كلها مكعبات و حلوين كثير. اسمي روجا باكير، انا من عفرين، عمري 12 سنه. حبيت اليوم شارك بهالمعرض مشان اقدم رسائل. طبعا اليوم المعرض معرض تشكيلي واسمه مدينه السلام. هون عندي لوحة بتعبر عن مرضى السرطان. سمعنا كتير انه صار في كتير ناس انصابوا بمرض السرطان. لما كنت صغيرة عمتي توفت الله يرحمها بمرض السرطان، فحبيت شكل لوحة انه هي البنت اسا ما ماتت، انه لازم نحن نساعدها. اليوم انا رسامة وعم برسم وعم اقدم رسائل، هي بكرة كمان لازم ترسم وتعمل اي شيء وتحقق حلمها. من عفرين، عمري 16 سنة، شاركت من ضمن المعرض تحت عنوان مدينة السلام بهاي اللوحة ولوحتين ثانية. اللوحة اللي بتحكي رسمتها بتحكي عن تراثنا نحن كأكراد، تراث اللي هو البزق، اللي نحن بنعرف انه البزق مشهور بين الأكراد، وحاولت أضيف عليه لمسات كورود أمل. الرسام أنيس حمدون، فنان تشكيلي. بالطبع نحن حابين نسلط الإضاءة على هاللوحة، هو عبارة عن حصان المجنح، هو بيرمز لشعره لعلم فلسطين، بالمنتصف بدل على القيود اللي كسر منطلق فيها، وبالطبع كمان يأتي إلى الطرف الثاني الثالث، هو المجنح كمان بعلم الثورة اللي انتفضوا بوجه الإجرام الأسدي، وهناك فلسطين اللي انطلقت
بإجرام الإسرائيلي، لأنه نحن قضيتنا قضية ثورة، والثورة فكر، والثورة ما بتموت، وإن شاء الله منتصرين. مهرجان الفنون التشكيلية الأول بعفرين تحت عنوان عفرين مدينة السلام. أنا غسان سليمان، مدرب للخط العربي والرسم بمراكز عفرين، مركز التعليم العام، مركز أشرعاوي، أكثر من مركز. شاركوا عدد كبير من المراكز وعدد كبير من الفنانين على مستوى المحرر. هذا الكلام يعني أنه تحريك الحركة الفنية التشكيلية الموسيقية الثقافية بهذا البلد، اللي هو يضم عدد كبير من القدرات الرائعة كشباب وفنانين ومتلقين. أكيد الاهتمام إن شاء الله موجود، ونتمنى اهتمام أكبر من كل الجهات والمنظمات الداعمة لهذه الحركة الفنية اللي موجودة. هذول الشباب اللي عم يشتغلوا ما شاء الله عليهم، يوجد قدرات كبيرة وجميلة جدا بهذا البلد. نتمنى الاهتمام من كل المسؤولين ومن كل الجهات بهذول الأطفال، بهذول الشباب، بهذول الفنانين. ليش هالحلو؟ ليش هالحلو؟